ليه ما قلت لي انه غدا عزمتنا على العشاء؟ حبيبي قلتلك هلأ ما اجى على بالي امبارح خبرك، واليوم الصبح نسيت ولا حتى سألتني هلأ اذا بدي اطلع معك. حبيبي بدك سؤال اذا بدك تطلعي؟ قلت بتكوني تعبانة مثل العادة بعد الدياليز، وانا ما حبيت ازعجك. لو عارفة كنت عملت افور وطلعت معك، بس ما حسيتك بدك ياني اطلع. ليه ما بدي اياكي تطلعي؟ ناي انا كثير بنبسط لما بتطلعي وبتغيري جو. الا لعند غادة، بتحب صداقتكم تكون الكن وحدكم، بس ما بتحبوا تفوتوا حدا تالت معكم. بدك اياها الك وحدك. قومي البسي، قومي قومي البسي. لا ماني طالعة. إذا ما رح تطلعي أنا مالي طالع. بليز عادل حبيبي ما تزعل، أنا عم بحكي شو عم بحس. إذا ما قلت لك هون على العالي بكون عم بتخبسن عليك. عم تتخبسني؟ بدك لهالشي؟ أصلا ما في أي سبب يخليك تفكري هيك. قومي البسي وخلينا نروح. أنا أصلا صار لي شهرين لا شفتها وحكيت معها. قومي. بس هالشي اللي بيناتكم ما في شي بأثر عليه، لا الوقت ولا المسافات ولا الغياب. لأنه في بيناتنا عشرة، في ذكريات وأنت بتعرفي منيح، ذكريات حلوة وذكريات مرة. ولو بدي أحكي لك عن غادة ناي. خلص عاد، روح اطلع وسلم لي عليها، سلم لي على نديم، مع إنه إجا سلم علي اليوم. قلت لك مالي طالع. معقول ما تطلع تسلم على نديم؟ ايه اليوم معقول. خلص بكره بطلع انا وياك وبناخذ الاولاد بشوفوه ويسلموا عليه. Thank you.